لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نات العثور على جثة إمام وخطيب مسجد قضى رمي بالرصاص في أربيل. في صحيفة المدى، مسؤولون محليون: قصف البغداد استهدف قياديا في الحشد العشائري متهما بحيازة أسلحة. في موقع كتابات، الخيارات الأمريكية بعد داعش إيران على رأس الأولويات. في موقع الجزيرة نت، تركيا تواصل تعزيزاتها ومدفعيتها تقصف عفرين. في صحيفة العربي الجديد، تركيا تضم منبج رسميا للائحة أهدافها وتطالب القوات الأمريكية بمغادرتها. في صحيفة القدس العربي اليمن، معركة تعز تتجه نحو الحسم العسكري ومخاوف من انفجار الوضع في عدن. وفي صحيفة الحياة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 95 قتيلا و 158 مصابا. السلام عليكم. منذ قرر الاحتلال استبدال الحاكم العسكري الأمريكي بعملية سياسية وأحزاب تعمل معه لاستكمال ما يعجز عن تحقيقه من خطط تدمير وتهديم، لم يعرف العراق مع هذه الانتخابات إلا دمارا مستمرا. فلم تحل الانتخابات تحل مشكلة إعادة الأساسية للشعب العراقي، ولم توفر له الأمن ولا ازدهارا ولا تقدما أو تطورا في مشروع أو ميدان، ما العكس هو الصحيح. فاقمت الانتخابات وفي كل دورة منذ عام 2005 أوضاع العراق وسارت به من سيء إلى أسوأ، حتى حاز على المركز الأول في كل التقييمات الدولية كأسوأ بلد في العالم. دمرت كل بناه التحتية وسرقت لتباع في المزادات بحسب الكاتبة آلاء السامرائي. هذه أجندة الانتخابات، وحكومات أحزاب العملية السياسية التي نصبها الاحتلال الأمريكي على مدى 15 عاماً فصلت لخدمة خطط الولايات المتحدة وتكريسها على الأرض، وليس لخدمة الشعب العراقي ولا لتحقيق الديمقراطية. إجراء الانتخابات في العراق أولاً وأخيراً مطلب أمريكي ومطلب ملح لاستكمال الخطط التالية التي لن تكون أقل همجية ودماراً للعراق مما سبقه في السنوات الماضية. فالولايات المتحدة لم تكمل بعد أجندات غزوها، كما تشهد بذلك سياستها وبناؤها القواعد وزيادة عدد جيوشها وسفارتها الأضخم في العراق. لذلك أصدر المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة بياناً يعلن فيه عن ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها وعدم تأجيلها، على الرغم من وجود 2,600,000 مهجر داخل العراق، وهو رقم لا يستهان به مع الكلام عن الديمقراطية. وتضيف الكاتبة: ولا رفض العراقيين الواسع كما يبدو وكما يتم تداوله في مختلف المدن المشاركة في انتخابات محسومة النتائج سلفا سيزعزع عن جهية تجار المقايضات والبيع والشراء بالوطن، وهي بداية لنزع الشرعية التي يتباهون بها عبر ديمقراطية على المقاس ينظمها لهم المكتب الأمريكي في برلمان المنطقة الخضراء، لكنه غير كاف بعد كل الخراب الذي لحقهم، إذ ليس أمامهم اليوم بعد تجريب المجرب وأكثر من عقد ونصف العقد إلا خيار طرد من جاء مع المحتل في انتفاضة شعبية واسترداد العراق وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية حقيقية وإنقاذ من تبقى من شعبه. ليس بالأمر المألوف خروج عدد من الأحزاب بهذه الشجاعة والأريحية والثقة بالنفس لتعلن أنها آمنت بأن الدولة المدنية هي الحل. هذه المعركة الضروس يا سادة يا كرام التي تخوضها أحزاب وكتل سياسية تجاوز عددها حكايات ألف ليلة وليلة.
تميزت خطبها بشعارات وردية عن الإصلاح والتغيير والقفز فوق الطائفية، في الوقت الذي يحاول المواطن العراقي أن يعيش يومه آمناً ويردد بين الحين والآخر المثل الشهير: الشين اللي تعرفه أحسن من الزين اللي ما تعرفه، وهو مثل يصلح للعاجزين غير القادرين على تغيير حياتهم. للأسف تربينا على أننا مع الأخ ضد ابن العم، ومع ابن العم ضد الغريب، بحسب الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. مرة أخرى نعيش أجواء انتخابات مزيفة، يقولون إنها الاختيار الأصلح، بينما هي في واقع الأمر مجرد ميكروفونات ودعاية وأكاذيب على الفضائيات وبيان إلى الشعب الذي ينتظر على أحر من الجمر، بينما النتيجة محسومة ومعروفة بحسب السيناريو. الفائز هو الفاسد، سواء كان جنابه ينتمي إلى أحزاب شيعية أو سنية، كردية أو عربية. نسمع كل يوم حكايات من الشعوب التي لا يحكمها ساسة مجاهدون، ولكننا نمر عليها على عجل لأننا مشغولون بحكايات الإصلاح التي لا تريد أن تنتهي. ولهذا لا نتوقف على خبر مثير يقول إن القضاء البرازيلي منع الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا من السفر لاتهامه بقضية فساد. سيقول قارئ عزيز: حتما، ما لنا والبرازيل يا رجل؟ نحن قدمنا النموذج الأمثل، وقفنا وقفة رجل واحد من أجل هيبة البرلمان، أما هيبة المواطن فمسألة فيها نظر. اسمحوا لي أن أحيلكم إلى تصريح النائب كاظم الشمري الذي أكد أن قائمة سليم الجبوري وصالح المطلق تهدف إلى الحصول على أحد المناصب في الرئاسات الثلاث لتنفيذ برنامجها الانتخابي. ويضيف الكاتب: اليوم يطالب منا ساسة البلاد بالدخول في اللعبة الانتحارية التي سميت بطريق الخطأ انتخابية، وبنفس القانون الذي يتيح للفاسدين التحكم في مصير البلاد والجلوس على أنفاس العباد. من الواضح للعيان أن العديد من رجال الدين من كلتا الطرفين ساهموا بشكل أو بآخر بعملية الفساد الواسع الانتشار في الدولة العراقية ما بعد 2003 وإلى لحظة كتابة هذا المقال، حيث دخل هذا الفساد جميع أروقة دوائر ومؤسسات الدولة وتسرب إلى المدارس والجامعات وغيرها في عملية منظمة لم يشهدها العراق من ذي قبل منذ تأسيس الدولة العراقية، بحسب الكاتب داوود سلمان الكعبي في موقع كتابات، حيث يهاجم الفتوى التي تبيح رشوة التعيين في الحكومة. لكن حينما نتكلم عن رجال الدين ونقول إنهم قد ساهموا بالفساد وندينهم، على اعتبار كون هؤلاء هم من ينصح الأمة ويدعو إلى الصلاح والإصلاح والتخلق بمبادئ الأخلاق الحميدة أسوة بالأنبياء والصالحين، وهي رسالتهم وهدفهم السامي. لكن أن يقوموا هم بالدعوة إلى الفساد ومحاولة تقنينه، فهذه هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، والسبب أنهم تركوا واجبهم الأسمى وذهبوا إلى السياسة وركوب موجتها بدل الواجب الديني الذي هو من اختصاصهم، وراحوا يشاركون السياسي عمله طلبا للمصلحة والمنفعة الشخصية وجني المكاسب المالية. أقول هذا الكلام بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لرجل دين معمم، قد سأله أحد المواطنين: ما حكم إعطاء رشوة بهدف التعيين في دوائر الدولة؟ وكان رد الرجل بالإيجاب، إذ أجابه أنه يجوز إعطاء ذلك إذا كان الراشي متأكدا من التعيين. ويضيف الكاتب: نعم، إنهم بهذا أرادوا تقنين الفساد، فتارة يغسلون تلك الأموال بعد سرقتها من جيوب الشعب حتى تصبح حلالا طيبا، وأخرى ينسبونها إلى الله والله منه براء، لأن الله لا يريد ظلم الناس. وثمة حديث منسوب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفاده أن الراشي والمرتشي بالنار، فهل يا ترى أن هذا المعمم قد قرأ الحديث؟
ثمة حاجة إلى استراتيجية فلسطينية جديدة ومختلفة تأخذ في الاعتبار أن هناك ما هو أبعد من قضية القدس. يوجد عالم جديد في ظل إدارة أمريكية لديها أولويات مختلفة، وتوجد منطقة جديدة كل دولة فيها متهمة بوضعها الداخلي، بحسب الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. لا تزال القدس بالنسبة للفلسطينيين خطاً أحمر، ولا يزال أهلها يقاومون بأجسادهم العارية الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية، ولا تزال القدس مكاناً يصلح منطلقاً لتسوية شاملة تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى نوع من العدالة تلبي مثل هذه التسوية المفترضة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وترفض في الوقت ذاته السقوط في حروب دينية جديدة، معروف تماماً أن قوى التطرف في المنطقة على رأسها إيران تعمل من أجل تأجيجها. لم تكن تصرفات ترامب وبنس سوى صب الزيت على النار في منطقة ملتهبة أصلاً، وفي ظل اختلال كبير في موازين القوى لمصلحة إسرائيل. الأكيد أن اللقاء مع نائب الرئيس الأمريكي ما كان ليقدم أو يؤخر في شيء. المقاطعة الفلسطينية لواشنطن لن تعيد حجرا من القدس. لعل أفضل ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون حاليا يتمثل في إعادة ترتيب بيتهم الداخلي من جهة، والسعي إلى الاعتراف بالواقع والتصالح معه من جهة أخرى. الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس هي من نوع الصدمات الضرورية في التاريخ التي تؤلم، لكنها تزيل الغشاوة عن العيون وتعيد طرح الأسئلة. لذلك فإنها قد تعيننا على إعادة اكتشاف أنفسنا وتوضيح الطريق، بحسب مقال نشر في موقع الجزيرة نت. هل أراد الفاعل الأمريكي استثمار المنخفض التاريخي وتحقيق أهدافه جملة واحدة؟ بترويض المفاوض الفلسطيني وتصفية القضية بفرض أمر واقع جديد؟ أم أراد استعمال مشروع القرار ورقة للضغط على منظمة التحرير؟ أم أراد كالعادة استعمال سياسة التحسس ليختبر الممكن مما لم يحن وقته بعد؟ كل ذلك محتمل، ولكن الثابت أن هدف ترويض المنطقة لاعتبارات دينية واستراتيجية ومصلحية في نفس الوقت لم يتغير يوما. الرئيس الأمريكي الجديد عاين وجود منخفض تاريخي آخر فأراد تعميقه، وما يحدث الآن هو رد على محاولة تمرد المنطقة في النصف الأول من عام 2011، فقبلها كانت كل المؤشرات تدل على أن المنطقة استسلمت لمصيرها باعتبارها منطقة التجزئة والتبعية والاستثناء من الديمقراطية. المارد العربي لم يمت إذن، كان فقط في حالة خمول. ما حصل بعد ذلك هو محاولة للفهم أولاً والاحتواء ثانياً وإعادة الأمور إلى سالف حالها ثالثاً. وكل ما يحدث في المنطقة الآن يندرج في مخطط ردع العرب عن محاولة الحلم مرة أخرى، وحينها ستصبح التجزئة التي قاومتها أجيال حلماً بعيد المنال. مرة أخرى نجد أنفسنا أمام حقيقة تبادل الخدمات بين الاستبداد والاستعمار، بحسب الكاتب. كأن العلاقة التركية الأمريكية المتأزمة أصلا بين محاكمات في نيويورك تطاول مقربين في مجال الأعمال من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتهديدات القنصلية وسياسة المحاور بين إيران وروسيا والأكراد كان ينقصها التوغل التركي في شمال سوريا لتزداد سوءا، بحسب ما كتبت جويس كرم في صحيفة الحياة، حيث تحدثت عن اتساع الفجوة بين تركيا وأمريكا. وجاء اتصال ترامب بأردوغان ليخرج إلى العلن نقاط الخلاف الأمريكي التركي، ومع تأكيد البيت الأبيض ضرورة خفض التصعيد في عفرين والدعوة إلى تنسيق أفضل مع الجانب الأمريكي. السبب الثاني في استياء واشنطن من التحرك التركي هو في عدم تحديد مداه، ومخاوف من أن يهدر نجاحات الاستراتيجية الأمريكية ضد داعش.
ففي حال تقدم تركيا إلى وسط عفرين والدخول في معركة في قلب المدينة، فهذا يعني عدد ضحايا أكبر، وثانياً إمكانية انتقال القوات الكردية التي تحارب داعش من تلك المناطق في شرق سوريا إلى الشمال للتصدي لتركيا. هذا السيناريو هو خط أحمر لواشنطن، وهناك ضغوط أمريكية جارية على تركيا لعدم التوغل عميقاً في الشمال السوري أو حتى التفكير في دخول منبج، حيث هناك قوات أمريكية قد تدخل المعركة إلى جانب الأكراد في حال الشعور بتهديد عسكري. وهنا يسعى الجانب الأمريكي إلى حل وسط يتعاطى مع مخاوف تركيا الأمنية وحيال حزب العمال الكردستاني الذي وصفه ترامب بالإرهابي. الوقت ليس لمصلحة أي من أنقرة أو واشنطن، وكون حرب استنزاف تركية وكردية في سوريا ستفيد خصوم الأمريكيين والأتراك أولاً بالنسبة لسوريا نفسها، فالحرب دخلت مرحلة المحاصصة الإقليمية والدولية وتوزيع نفوذ بغض النظر عن شكل العملية السياسية أو اسم رئيس البلاد أو حكومته في دمشق. أصبح الإنسان الآلي يعيش بيننا، يحرس البيت ويقوم بالشؤون المنزلية ويهتم بالأطفال، وتوسعت مهماته إلى التطبيب والتمريض، بل صار مختصا اجتماعيا. كل هذه الأعمال يقدمها بالشكل الذي برمج من أجله، لكنه لا يقوم بها مع مراعاة الفوارق الاجتماعية والثقافية والخصوصيات. لذلك يعمل الباحثون على كود أخلاقي يجعل الروبوت كائنا اجتماعيا مقبولا أينما حل، إذ يتصاعد استخدام الإنسان الآلي على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة، فأصبح يشارك في التطبيب ويساعد الأطفال المرضى بالتوحد، كما يقوم بالشؤون المنزلية من غسيل وطبخ وكي داخل الأسرة التي تتكون من مختلف الأعمار والأهواء والأمزجة. لكن كيف يعرف الإنسان الآلي أن ليس عليه أن يضع الحيوانات الأليفة في الفرن لتحضير العشاء للأطفال الجياع؟ والإنسان الآلي أصبح أيضا يشارك في الحروب، ما يعني أنه يتوجب عليه التمييز بين العسكريين والمدنيين حتى لا يكون الأبرياء ضحية سلاحه. هذا بالإضافة إلى معرفة الكثير من التصرفات التي ربما يؤديها الإنسان الآلي بحسن نية، لكن يساء فهمها وتفسيرها في بعض المجتمعات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.